أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الفقرة من هذه التغطية الخاصة والمباشرة. نتوقف فيها وقفة تقييمية لجمعة أمس، الجمعة 29، بكل زخمها وبكل أبعاد ودلالات ذلك. الجزائر في قلب العناوين الدولية، صحيفة لاكخوا اليوم في بروفايل لقائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، عنوان يقول الرجل القوي أم الشماع. في كندا صحيفة لودوفواغ تكشف أنه تم تهريب أكثر من 78 مليون دولار منذ بداية الحراك. هذا فقط منذ بداية الحراك 78 مليون دولار. لجنة أو هيئة الوساطة تقول بأن مقترحاتها بشأن الانتخابات وقانون الانتخابات جاهزة، فيما أسئلة كثيرة تطرح حول هذه الانتخابات التي يرفضها الشعب وحول هذه اللجنة. من أعلن على هذه المقترحات أو أنها جاهزة؟ بوزيد الأزهاري الذي كان مع من يصفهم قائد أركان الجيش العصابة، كان عضوا في لجنة تعديل الدستور بتعيين من بوتفليقة لمرتين على الأقل. أسئلة كثيرة تطرح حول هذا المشهد الجزائري، أسئلة طرحها كذلك عضو المجلس الاستشاري أو اللجنة الاستشارية لهذه الهيئة، هيئة الوساطة، عزيز درواز، الذي قال لم نستشر في ما أعلنته هذه اللجنة وأعلن استقالته. نتوقف عند هذه العناوين وعناوين أخرى من المشهد الجزائري، ولكن قبل ذلك نتابع هذا التقرير. معنا في نقاش اليوم عبر خدمة سكايب من كندا عماد الخضار المدون والناشط، وعبر الهاتف من الجزائر عبد الله بول محامي والناشط الحقوقي. نبدأ من الجزائر. أستاذ عبد الله بول، ما تقييمك لجمعة أمس؟ الرد الشافي والدليل الكافي على هذا الحراك واستمراره وعودة الزخم الكبير مع الدخول الاجتماعي؟ مساء الخير في جمال، تحية لي مشاهدي قناة المغاربية. فعلا ما لاحظه الجميع هو العودة القوية للثورة السلمية تقريبا على مستوى جميع ولايات الوطن. المسيرات كانت بعشرات الآلاف رغم التضييقات الأمنية، لا سيما على مستوى الجزائر العاصمة. أيضا تطور لافت في الشعارات التي رفعها الحراكيون أو المواطن، وتصب في اتجاه واحد وهو رفع خارطة الطريق التي تقترحها السلطة الفعلية والمتمثلة في إجراء الانتخابات الرئاسية، ورفض أيضا لجنة الوساطة والحوار مع الإصرار على تحقيق المطالب الشعبية التي خرج من أجلها الشعب الجزائري منذ 22 فبراير، وهو استرجاع السلطة للشعب والحق
في اختيار حكامه، ايضا الى جانب ان رفعت شعارات وهزيج كانت في الحقيقه لاول مره في 6 سبتمبر يبدو او يظهر معطى جديد يتمثل في ان الخصم الحالي للثوره السلميه وهو قائد اركان الجيش الفريق جايد صالح. لقد لوحظ بأن الشعارات التي رفعت ضده كانت صارمة وقاسية، وذلك نتيجة المناورات ونتيجة تحديها الواضح وإصراره على الذهاب في الانتخابات الرئاسية في ظل وجود رموز محسوبة على النظام البوتفليقي من رئيس الدولة بن صالح إلى بدوي وكذا أحزاب الكشير. الخطاب الذي وجهه الحراك هذه الجمعة أو الرد كان واضحا وواضحا جدا. هل ستصل الرسائل إلى من يعليه الأمر أو من السلطة الفعلية ولا سيما جايد صالح ومجموعة الجنرالات المحيطين به ويستوعبون بأن درجة وعي الشعب كبيرة ودرجة الإصرار ودرجة التمسك بتحقيق مطالبه الشرعية كبيرة جدا. الرسالة التي أراد توصيلها الشعب الأمس أنه لن يتراجع ولن يعود الجزائريون إلى بيوتهم ولن يسمحوا لأي أحد في المستقبل أن يختار مكانهم المسؤولين. أيضا من بين المطالب كانت هناك مطالب بإطلاق سراح سجناء الرأي أو معتقلي الحراك معتقلي الراية، أيضا بوركا، أيضا الحراكيون كصبوا جام غضبهم على القنوات قنوات خاصة ووسائل الإعلام المحسوبة على السلطة الفعلية، وأشادوا بدور قناة المغاربية التي ينادون في كل الشعارات بأنها المغاربية قناة الشعب وهي القناة التي توصل صوت الأحرار. يبدو لي أن 6 سبتمبر هي ستكون منعرج كبير في استمرارية الثورة، واعتقادي أن الزخم سوف يزداد مع الأسابيع المقبلة. يبقى معنا عبد الله بول. عماد الخضرة، ما رأيك؟ هل هو رد كذلك على الذين يروجون أن الحراك انتهى وأنه قلة فقط هم الذين يخرجون، بينما مئات الآلاف على الأقل يعني صور موثقة تعبر عن ذلك؟ طبعا التعتيم الإعلامي في الوسائل الرسمية والخاصة واضح، بل حتى الكذب، يعني هؤلاء يخرجون يقولون لا للانتخابات مع العصابات، الإعلام الرسمي يقول هؤلاء يطالبون بالانتخابات. السلام عليكم أستاذ جمال، والسلام على حكام الشعب الجزائري العظيم الذي أوصل رسالته المباشرة غير مشفرة عكس النظام في الجهة الأخرى الذي أشبعنا تشفير لرسالته ولخطاباته. على كل لا تهم الملايين ولا تهم الآلاف أو مئات الآلاف قد ما تهم الزخم، قد ما تهم الإرادة، قد ما تهم البريق في عيون فخامة الشعب الجزائري أنه لن يرجع. الشعارات البارحة أثبتت على أنه هذا الشعب عبارة عن تسونامي قادم، وأي شيء أو أي أحد يقف في طريقه سيأخذه مجرى هذا التسونامي. مشكلة النظام في الجهة الأخرى أنه كالرئيس الأمريكي ترامب الذي قال لهم يجب لماذا لا نوقف إعصار من درجة 5 بقنبلة نووية، يعني لا ندري أنه يعني من غباء هذا النظام أو من عدم معرفة الشعب وفخامة الشعب الجزائري أنه يجبد في أمور يعني تجاوزها الزمن، كأن من يريد أن يوقف التسونامي بأكياس رمل. يعني البارحة شفنا كل المنظر المخزي اللي خارج تقريبا شافوه غير أجدادنا وأبائنا في وقت الاستعمار، كيف غلقت ساحة البريد. رغم ذلك الشعارات كانت واضحة أنه مهما كان اسمك، حتى ولو كنت قائد الأركان اللي حاكم كل الجيش الجزائري واللي هو جيشنا،
اللي هو جيشنا قاعدين يقولوا لك انك انت الان جاء وقت انك تسقط لانه صبرنا عليك اكثر من اللازم. الزخم البارح ايضا نتيجه للاستفزازات تاع القائد صالح الذي في القديم يعني كانوا جنرالات كبرانات فرنسا يكلمونا عن طريق وجوه مدنيه واستطاعوا ان يخفوا يعني ان يستعملوا التقيه نتاعهم باش يقولوا ديما انه كاين انتخابات وكاين واجهه مدنيه. اليوم اصبح يخطب من السكنه باش يقول لنا يجب ان نحترق الدستور. هو يخترق في الدستور ويخترق فيه حتى قانون الجيش الذي هو يخترق فيه بمساولته للمهنه بعد 20 سنه من تاريخ التقاعد نتاعه. بالنسبه لسؤالك على الاعلام، الاعلام دخل الاعلام يعني الاعلام المساند لهذا النظام المتعفن منذ 57 62 هو دليل على منذ 57 سنه قصدي هو دليل على انه عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، لانه قبل الاف الاسابيع الاولى كنا نقول يا رب تتواصل هذه الثوره لقليل من الوقت باش الغربال يعمل العمل نتاعو. ها نفس هذا الصحفيين ونفس هذا الاعلام خرجوا في مظاهرات مسانده للشعب، لكن فضحهم الوقت وفضحهم اللاغر انهم حبوا يركبوا الموجه، لكن الثورات للناس اللي عندها الاراده وعندها العزيمه وعندها عزيمه التنفيذ وعزيمه الوصول للمنتهى. طيب تحيه كبيره لفخامة الشعب الجزائري، والله العلي العظيم مناظر تاع البارح وكاننا خارجين من في 22 فيفري، ربما احسن من 22 فيفري في نظري انا، لانها يعني بعد سبعه اشهر يخرج الشعب بهذه الاراده، فانت خلاص يعني اغسل يديك يا فخامه الشعب الجزائري وان شاء الله الانتصار قادم. طيب ابقى معنا عماد الخضر لو سمحت، مصطفى عطوي رئيس الجمعيه الوطنيه لمكافحه الفساد ينضم الينا. مصطفى عطوي، كيف تقرا دلالات جمعه امس يعني بالاعداد وايضا بالشعارات؟ اولا اخي جمال السلام عليكم، السلام على الساده المشاهدين والتحيه لضيوفك الكرام. استسمحك اخي فقط نخرج عن الموضوع لفتره وجزء. اليوم احنا كنا في يوم دراسي حول المساجين السياسيين في مقر الاف اس اس، يعني هؤلاء تعرضوا للظلم من طرف النظام وتعرضوا للظلم من طرف المجتمع، تعتيم اعلامي، ومن حقهم علينا مسانده هذه الفئه. اليوم زوجة هي مجاهدة وزوجة مجاهد بنها طبيب يقبع في السجن أكثر من 25 سنة، مونديلا قاعد في السجن 27 سنة. يعني تقول ندائي حتى إذا كان حكومة غير شرعية، ولكن ندائي الوزير العدل يتقي الله في هؤلاء المساجين، حتى اذا ولو كان اجرموا قاموا باي عمليه دفعوا ثمن اكثر من الثمن. وكان ما كان هناك حقوق السيد بوشاشي وقال انه بناء على قانون المصالحه هؤلاء يشملهم قانون المصالحه، ولذا وزير العدل اتق الله في هؤلاء. يعني نعطوا فرصه لهؤلاء باش الامهات هذو 84 سنه يعني تعنق وليدها قبل ما تلقى ربها، يعني وهذه يعني قضيه عادله وقضيه انسانيه. من الاحسن انه الجميع قال لك اكلت لما اكل الثور الابيض. طيب فيما يخص اخي جمال، انا نقول لك الحراك، لما الحراك بقى كل سيف، احنا كل جمعه هنا في العاصمه كذلك كنا الانسان خائف في شهر اوت، بما ان الحراك استمر في الصيف وفي رمضان وشهر اوت، معنى انه الشعب اخذ قرار ما كانش حلين، يقول لك احنا ولا انتوما. الشعب اخذ قرار بانه يتخلص من العصابه الحاكمه، ما يعني الاعداد البشريه، الامواج البشريه اللي نهار امس يعني فاجاتنا، وفي نفس الوقت
المورال يعني الوعي والاخر يحس روحه الانسان هذاك زاد من جديد. كان عندنا واحد الاحساس غريب انه وكانه الثوره ولدت من جديد بالامس. كذلك انا نداء الى القايد صالح، انا ماذا بيا يخطب كل اثنين، لانه خطابه اصبح وقوع تاع الحراك. كلما خطب القايد صالح في الشعب كلما خرج الشعب ورد عليه بمليونيات. وبالتالي النظام القائم وسلطة الأمر الواقع تريد شيء، لكن السيد هو الشعب. الشعب يريد لك خلاص نظام العصابات، يريد الشعب تعيين طيب. الرئيس هو اللي يكون يعين الرئيس. في هذا الصدد كيف تفسر هذه الشعارات التي تستهدف قايد صالح أمس، وأيضا الخطابات للخطابات من ثكنات وغيرها مرة أخرى تأكيد على دولة مدنية ولا عسكري؟ شوف القايد من جهة يقول نحترم الدستور، يحاول الحل السوري. باش يدير الحل الدستوري لازم يحترم الدستور، هو لم يحترم الدستور، هو يتكلم من ثكنات. الناس ملوا من خطاب الثكنات، الناس يحبوا دولة مدنية، الدولة المدنية أنه العسكري يتقيد بالمهام المخوله له دستوريا. الدستور واش يقول؟ الدستور ان الجيش يحمي الوطن البلاد والعباد، ولكن يحمي في الثكنات. انا يعني نستغرب لما الانسان يقول لك الجيش يعني خط احمر. يا اخي الخط الاحمر هو الشعب. الشعب هو اللي خط احمر، الجيش مثل تعرف اخي جمال في الدول، وانت راك في انجلترا، في الدول الاوروبيه، من هو يعني المهنه اللي كامل الناس يحبوا الاخر؟ هي رجال الحمايه المدنيه في فرنسا في انجلترا، عندهم يعني قيمه عند الشعب كثير، ماشي العسكري. العسكري هذا اختار مهنه مثل المدرس، مثل الاخر، هو اختار هذا الشيء المهنه، ولكن يجب يحترم. كما المدرس كما اللي عنده قانون داخلي، الدستور يحدد صلاحيات طيب. العسكري انه يكون في الثكنه. طيب سنعود الى هذه النقطه لو سمحت، سنعود الى هذه النقطه، وربما ولتقرير لافت لصحيفه لاكخوا. واعود اليك استاذ عبد الله بول، كيف تفسر هذه الشعارات الان وتزايدها ضد قايد صالح، يعني واستهداف قايد صالح؟ هل الامر متعلق خاصه هذا الاسبوع مع خروجه تقريبا لاربعه ايام في خطاباته، والامس المتظاهرون لا لخطاب ثكنات وغيرها من الشعارات، ام هي تراكمات كذلك؟ طبعا الشعارات لم تتوقف في الجمعات الماضيه وحتى الثلاثاء حيث يخرج الطلبة التي تستهدف قايد صالح. في الحقيقة كما قلت لك سابقا يا سي جمال، الجمعة أمس رسمت بأن أصبح القايد صالح أخذ مكانة الرئيس المخلوع بوتفليقة في الشعارات وكذا العداء الذي يناصبه له الشعب. لو نعود إلى شهر مارس وبداية الحراك في فبراير وإلى غاية 2 أبريل، كانت كل الشعارات القوية موجهة إلى الرئيس المخلوع. الأمس أعطيت الانطلاقة بأن الخصم اللدود حاليا للعراق. لماذا؟ لأنه قايد صالح بسياساته وبتدخلاته وبخطاباته الاستفزازية لا سيما هذا الأسبوع، لأول مرة يتلي بأربعة خطابات في أربعة أيام. الخطاب يوم الأحد يقول بأن الانتخابات سوف تجرى أحب من أحب وكره من كره، وهذا تحدي صارخ للإرادة الشعبية. الأمس جربوا المئات الألاف من الجزائريين وقالوا له البلاد بلادنا وديروا راينا وماهوش راي القايد صالح وقيادة الجيش. إضافة أنا ما صدمني هو كلامه يوم الخميس لما يقول بأنه لن يترك البلاد للمفسدين وسوف يستمر في محاربتهم إلى الأخير. هنا أود أن أقول لما الشعب يقول ملينا من خطابات الثكنات، بمعنى أن الشعب استوعب أولا أن الفريق أحمد قايد صالح يبقى موظف
ليس منتخب بموجب قانون المستخدمين العسكريون يمنع عليه منعا باتا ممارسة السياسة ويقع تحت طائلة القانون. بموجب المادة 28 لا يجوز للفريق أحمد جايد صالح أن يدلي بتصريحات التي من شأنها إثارة الاضطراب في اضطراب النظام العام أو المساس بالأمور بالشعب. هذا أيضا أمر خالفه الفريق جايد صالح ولا أقول نائب وزير الدفاع الوطني. ثالثا أن جايد صالح لما يصرح في السكنة بأنه سوف يستدعي الهيئة الناخبة ثم يقوم بذلك الخطاب، أنا أعيده إلى أمر هام بأنه قد خارق المادة 84 من الدستور. هذه المادة على ماذا تنص؟ بأن رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، هو رئيس الدولة، هو الذي يجسد وحدة الأمة في الدولة وفي الخارج، وله الحق في مخاطبة الأمة مباشرة. طيب. الجايد صالح قد خالف هذا النص وخرق المادة 84 من الدستور لما منح الحق لنفسه. طيب. مرتديا البسة العسكرية ومن وسط السكنة بأن يخاطب الشعب الجزائري وأن يقول لن أترك منصبي. طيب. جايد صالح ليس منتخب، هل هو موظف يمكن أن ينزع من منصبه في أي لحظة؟ طيب في هذا الصدد ما رأيك في تقرير اليوم بروفايل بورتري لصحيفة لاكخوا الفرنسية تقول بأنه في فقرة منها أنه التعرض له بشكل مفرط، العنوان طبعا عنوان البروفايل عنوان المقال جايد صالح لونفوغ وانفيزيبل، يعني هل هو الرجل القوي أو فيزيبل بالتعبير الشعبي الجزائري، ربما بالترجمة القريبة عربية هو شماعة يعني يتم تعليق عليها كل شيء في النهاية، أن التعرض له بشكل مفرط يسمح ببلورة السخط على شخصه، كما أنه يلعب دور الشماعة التي ستسقط في نهاية المطاف من أجل إرضاء مطالب الحراك الشعبي والحفاظ على النظام العسكري في مكانه بشكل أفضل. ما رأيك في هذا الكلام؟ يا سي جمال، أنا أنطلق من معطيات موضوعية وواقع، للتحليل لا أقدمه من خلال شهر أو شهرين. جايد صالح أصبح الرجل أو الرقم 2 في النظام الجزائري منذ سبتمبر 2013 ومنذ سقط الفال دو غراس، لما جايد صالح جمع بين وظيفتي أضاف وظيفة نائب وزير الدفاع الوطني أخذ دورا سياسيا بارزا. لو نعود إلى الماضي ونتصفح مجلة الجيش فقط، أنه أصبح حضور جايد صالح في مجلة الجيش الوطني الشعبي وتغطية نشاطه تعدى رئيس الجمهورية. أيضا جايد صالح بمقتضى الصلاحيات القانونية التي تملكها فتعطي له مركزا قانونيا. ألفت الانتباه، لاحظوا أنه منذ 9 أبريل لم نشاهد أن بن صالح يستقبل الجايد صالح على انفراد عكس الرئيس بوتفليقة لما كان مريضا، وحتى بعد عودته إلى الجزائر في الفترة من سبتمبر 2013 إلى حتى قبل تنحيته كنا نشاهد أن الرئيس يستقبل بين الحين والآخر الفريق جايد صالح ليس بلباسه المدني بل ببسته العسكرية ويعطي له تقارير وتحاليل وينبه على الوضع. أنا أتسأل لماذا جايد صالح لم يصر، أو لماذا بن صالح لم يستقبل الجايد صالح رغم أن البلاد تعيش في أزمة خطيرة منذ 9 أبريل. هذا في ودي أن المؤسسة العسكرية تعطينا هذا الجواب. التصرفات أو الدور الذي يلعبه الجايد صالح منذ إقالة الرئيس أو منذ خلعه في 2 أبريل يعطيه دورا أساسيا فعليا، لكن حاليا هو دخل في مواجهة مباشرة مع الشعب، وأن جايد صالح لن يكون أقوى من بوتفليقة ولا أدهى من بوتفليقة. طيب. شعارات الأمس المطالب الشعبية سوف تعجل بذهابه حتى وإن أصر المحيطين به على التمسك به، لأن المشكلة المطروحة حاليا هي مشكلة مؤسساتية قانونية. في حال الذهاب
القايد صالح، هل يمكن للرئيس الامر الواقع بن صالح تعيين حكومه؟ هذا مشكل كبير جدا جدا جدا. يجب ان نلاحظ ان ما يخيف قياده الجيش هو الاختفاء المفاجئ لبن صالح. تصوروا لو يحدث شغور في رئاسه الدوله، كيف سوف تتصرف السلطه الفعليه؟ طيب. التي شعارها وكل خطاباتها هو احترام الشرعيه الدستوريه. طيب ابقى معنا عبد الله لو سمحت. عماد الخضارة، ما رأيك في هذه الشعارات وهذا الموقف من قايد صالح في مقابل طبعا صار قايد صالح يقولون هؤلاء ليسوا إلا أقلية، الشعب هو يقول أنه معه ويريد انتخابات والحل هو في الانتخابات، بينما من يخرجون بمئات الآلاف في الشارع ويتم التعتيم عليهم يقولون الانتخابات مع العصابات ويرون في الانتخابات تغييرا فقط في ظل استمرارية نفس النظام وبقاء أصحاب القرار قيادة الجيش مسيطرة على الحكم في البلاد. شوفوا، هو والله احنا شفنا في بلدان يعني تحترم شعوبها خروج عشرات الآلاف لمرتين أو ثلاث مرات يقلب أنظمة ويبعث يعني ويبعث مش فقط وزراء دفاع أو رؤساء، يبعثهم إلى وراء الشمس. يعني حتى في دول يعني ما هيش متقدمة وصرات أمور كما هكذايا، لما تجد شعب يخرج بملايين بالملايين بالملايين كل جمعة وكل ثلاثاء لمدة 6 أشهر متواصلة لمدة 29 أسبوع حاليا، لو يعني تضربها يعني في عدد الأسابيع فقط في عدد مليون كل آخر، فأنت عندك 30 مليون يكرروا لك 30 مليون مرة تتكرر أننا هذه المرة ما هيش فقط الانتخابات من دون عصابات، الأصل في الأمور أنه هذه المرة فخامة الشعب هو اللي يختار من يحكمه، لن يختار لنا لا الدياراس ولا فرنسا ولا ليليزي ولا غيره من الأمور، والآن ولات أبو ظبي هي اللي محوسة عيننا شكون اللي يحكمنا، يعني من 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 طياحة قدرنا يعني وصلنا أنه حتى أبو ظبي تدخل في أمورنا الاقتصادية والسياسية. الكارثة اللي قاعدة تحصل حاليا كما قال الأخ أنه حاليا نحن لم نرى رئيس دولتهم اللي حاليا هو غير شرعي منذ انقضاء 90 يوم تاعو اللي يستوجبها الدستور، بعد إهانته من رئيس الأركان اللي أهانه لما أعطى الوعود، إذا كنت تذكر يا أستاذ جمال، أعطى الوعود للجنة الوساطة والحوار أنه سيأمر القضاء بفتح ملف المعتقلين وسيتكلم على فتح العاصمة والأمور، يعني الشروط اللي وضعوها هما أو خذوها منه. هو أهانه لما خرج بعدها مباشرة وقال له ما فيهاش كلام، هذوك ما همش مسجونين سياسيين وما كانش العاصمة وأجهزة الأمن تعمل في العمل نتاعها ولازمها تضبط الأمن يعني. وبعد ذلك حتى الحالة المرضية نتاعو بعد ما خلعنا المخلوع بالمادة 102، حتى المادة 102 تنطبق على رئيس الدولة اليوم، هو يعني بالنظر هو غير قادر على مجارات خاصة يعني رئاسة الدولة في الظروف الحالية الحالكة. يتكلموا على المرحلة الانتقالية، ولماذا نروح المرحلة الانتقالية ويخوفوا فيها من الناس بينما نحن الآن في المرحلة الانتقالية. طيب. تصور كما قال الأخ من الجزائر، ماذا سيحصل لو غدوة يقولوا لنا رئيس الدولة مات؟ ماذا طيب. يحصل؟ طيب ابقى معنا لو سمحت عماد. الحراك طبعا برغم كل حملات التشويه ذباب الإلكتروني والتعتيم الإعلامي والكذب حتى الإعلامي يعني في وسائل الإعلام الرسمية والخاصة ومحاولة تصوير الشاذ الذي لا يقاس عليه ماض، والأعداد عادت بعد استراحة محارب في الصيف، وإن استمر الحراك يعني متحديا الحرارة والتضييقات والتعتيم وكل شيء. نتابع هذا التقرير ثم نعود.
مصطفى عطوي، كنت تتحدث عن الجيش. اللافت أنه في مقال مجلة وصحيفة الأخوة تقول أنه حسب شبكة البحث أرب بارومتر فإن 75% من الجزائريين أعلنوا في 2016 أن لديهم ثقة كبيرة في جيشهم التي تفوق بفارق كبير جميع المؤسسات الأخرى بما في ذلك الأحزاب التي لا تحصل إلا على 14%. ولكن في المقابل تقول صحيفة لا أحد يعرف ما يحصل داخل الجيش، ولا يستبعد أن تتم التضحية بقايد صالح مما يسمح بالحفاظ على رأس مال الثقة التي ما زال الجيش يتمتع بها وفق داليا غانم يزبك المحللة السياسية. ما رأيك في هذا؟ ما أنه هذا كله مبالغات رجل المرحلة الرجل القوي هو قايد صالح، وقال أنا هنا واعتبر أنه الجزائر حتى في استعمار ثاني من العصابة وهو يحارب ويواجه هذا الاستعمار الثاني. هو تحليل أظن أنا حتى لما نتحدث مع أصدقاء والله عندنا نفس يعني الرأي، وممكن جدا ممكن جدا. أنا الشيء اللي ربما يخوف هو مليح ولا مش مليح مش عارف، ولكن كذلك أنه القائد سوف يخلف بهذه الطريقة، بهذه الطريقة تاعو تاع التحدث والخطاب للشعب وطريقة الاستعلاء على الشعب، لأنه العسكري في الجزائر المشكل يرى الشعب يعني من درجة ثانية، وكل ما هو مدني يراه أنه ما عندوش قيمة كله هو العسكري. ثانيا هو مجاهد، والمشكل الكارثة في الجزائر أن المجاهدين يظنوا أن الجزائر هذه أصبحت ملكهم، لأنه هما لولا هما حتى أصبح كفر، لأنه قلت لولا أنا يعني ما كانش هذاك الجزائر كانت ما تحررش. وقالها لأنه عندي نائب رئيس الجمعية الوطنية المكافحة الفساد كان في البليدة لما لا هو قال ضحيت بحياة بشبابي وبكل عمري من أجل الجزائر يعني، وهذا طبعا صاروا يقولون هذا صحيح يعني صحيح يعني من 17 سنة هو طلع الجبل ويخدم بالنسبة له ولأنصاره، والآن يحارب استعمارا ثانيا هذه العصابة، مع طبعا كل واحد عنده موقف من هذه العصابة سواء كان معها هو يقول أنه يحاربه. يا أخي محاربة المستعمر واجب ديني ووطني. لو كان عندي 17 سنة في هذاك الوقت لربما كنت طلع في الجبل. احنا اليوم رانا عندنا مستعمر آخر، ذهبت فرنسا وخلت ذنابها، خلت دي كولون جديد. في 2012 لما كنا نحضروا على مكافحة الفساد وعرضنا أنفسنا وحياتنا وأسرتنا للخطر، كان كلمة توفيق ما كانش اللي يتكلم فيها، وإحنا درناها. ثاني نقول لك مجاهد، هذا ماشي واجب، هذا هم اذا كان الشهداء حروا البلاد احنا من واجبنا ان نحرروا الانسان، لانه هم حرروا البلاد ومازال الانسان، وكل الحراك اليوم يخرج لتحرير الانسان. قال لك حرروا البلاد ولازم تحرير الانسان. نقول لك هذه حقيقه. انا قلت لك نائب الجمعيه الوطنيه مكافحه الفساد السيد محفوظ بدروني اللي يعني انصحك بدعوتي، عنده مقالات كثيره في هذا الاخر في حل أزمة الجزائرية، كان في البليدة، وقايد صالح كان مدير المدرسة تاع الضباط. قال لهم لولا هما كامل خريجي جامعيين، قال لهم لو كان ماشي احنا انتم ما تقراوش. كانه اصبحت هذه الجزائر ملك لهم. شوف الشيء اللي نقول لك عليه يعني، وهذه الجريده يعني تحليل يعني 100% لربما صحيح، انه اكبر شخصيه مسؤول مكروه من طرف الجزائريين ماشي هو بوتفليقة، هو أويحيى. اليوم من خلف مكان أويحيى، اللي خلف مكان أويحيى هو القايد. وأنا يعني قلتها كذلك، لربما إذا وصلت الأمور إلى ما لا تحمد عليه، هذو أصحابه هو دخل جماعة أصحابه للحف، هذو اللي معاه لربما سوف يضحون، لأنه هو اللي راه في الواجهة. كما هما نحوا أويحيى لدغدغة مشاعر الناس، وعند بالهم لما ينحوا أويحيى الشعب ينادي بأسمائهم ويرفعهم فوق راسهم، عن باله هو يخاطب، لأنه يرى يخاطب الشعب بعقلية السبعينات والثمانينات. ما على بالوش أنه شباب اليوم هم جماعيين، شباب الإعلام الآلي هو يشوف الحياة بنظرة أخرى. الشباب الآن يقول لك أنا اللي نعين الرئيس، ما عينوليش يعني المؤسسة العسكرية. احنا كل الجيش، ما كاش جزائري ما يحبش الجيش، الجيش ولادنا وإحنا الأخر، وهذو ولادنا، والكل أغلبية الضباط نفرق
ما بين الضباط الصف والجندي وما بين القيادة الأركان والقايد صالح وجماعته. الجيش جيشنا والجيش احنا ما كانش حتى واحد يزايد، لا واحد يزايد علينا في الوطنية، ولا عنده الحقيقة المطلقة. كل الجزائريين يحبوا الجيش، والجيش فوق الرأس، وهذه من يعني موروثة من الحرب التحريرية. طيب فيما يخص الفساد، كنت تكنا اسمح لي اخويا برك، الجيش ما كانوا في الثكنه والسياسه للسياسيين. الجيش يحاول يكون عنده كل يوم يخلي الحق الالهي في تعيين الرؤساء، وحان الوقت بهذا الحق يعود الحق لمواليه، للشعب هو اللي عين الرئيس مش الجيش. طيب ولكن بالنسبه لانصار قايد صالح، انه قايد صالح يريد حلا هذه الانتخابات، وهذه كلها فقط حملات ضده، وهو الذي يريد تطهير الجزائر من العصابة. وكل هذه التقولات حتى في صحيفة الأخوة تستشهد بمحمد سيفاوي طبعا المثير للجدل، والذي يقول بأنه قايد صالح استطاع أن ينمي أعماله واستثماراته وحتى عائلته، وأن جزء من عام أمواله يرقد في بنوك الإمارات العربية، ويستخدم بعض الأشخاص للقيام بصفقات مربحة مع ثكنات وغيرها. هل هذا الكلام مقصود فقط كلها حملات، لأنه قايد صالح بالنسبة له صار يواجه العصابة ويصدر هذا الكلام لاستهدافه فقط، بينما في الشارع من يخرجون لهم شعاراتهم؟ أنا أختلف معهم كثيرا، أحترم أراء الناس، ديمقراطي 100% أحترم أراء، ولكن لا نستحمر الشعب، لا نستحمر المواطن. القايد صالح منذ 20 سنة هو كان حامل عصابة. القايد صالح في 22 فبراير أخي جمال واش قال؟ شتم حتى الحراك. لذا الانسان الحمد لله نحن قلنا في زمن الاعلام الالي والفيسبوك ومازال كامل كل شيء موثق. القايد صالح نريد ان يخرج من الباب الواسع، ولكن هذو انصار القايد صالح ما همش انصار القايد صالح، انصار مصالحهم اخويا جمال. بالامس هذو اللي راهم ينصروا اليوم في القايد صالح كانوا ينصروا في بوتفليقه وجماعته في رئيس المخلوع. طيب. اليوم ينصروا قايد صالح غدوة، هادو يعني لا دين ولا ملة، هادو مات الملك تحيا الملك، هادو ينصروا يعني يدافعوا على مصالحهم من خلال يشوفوا ذوك اليوم قايد صالح هو حامي المصالح تاعهم، وبالتالي ينصروا. ولكن الحراك إذا كان عنده أنصار فليخرجوا إلى الشارع، فليخرجوا يولوا وجوههم. هم يتواصلون عبر الفيسبوك باسماء مستعاره، ما عندهم حق حتى الشجاعه باش يولوا وجوههم. طيب. احنا نتواصل باسمائنا الحقيقيه وبصورنا، هما ما عندهمش الحق، وبالتالي هذو ما همش انصار، هذو يدافعون ومازال يحاولون يعني يبقى السيستم تاع الريع، يوزعوا الريع ما بيناتهم، وهذا الزمن ان شاء الله ولا يا اخويا جمال. طيب يبقى معنا محمد مصطفى عطوي، يعود اليك عبد الله هبول، يعني ما رأيك هنا في هل الجيش هو فعلا الذي يحكم فعلا، أم أنه مثل ما يزعم حمروش في مقاله الأخير أنه بالعكس أنه شبكة الولاءات وهذا النظام الغير وطني المعادي للوطن يستغل الجيش، هو الذي يستغل الجيش ويدعو الجيش إلى أنه بلا أن لا يربط مصيره بهؤلاء. ثم هل قايد صالح في رأيك هذا الخرجات التي يقوم بها ناتجة عن مستشارين، أم أنه هذا هو موقفه وهذا هو خطابه؟ يا سي جمال، كلام حمروش أو تحليله فيه نوع من اللين والتحفظ تجاه المؤسسة العسكرية. لا تنسى أنه هو شخصيا رابطا في الجيش الوطني الشعبي، فيه نوعا من التحفظ الشديد. دعنا نقولها بكل صراحة بأن السلطة الفعلية والحقيقية منذ الاستقلال هي في يد قيادة الجيش، وأول من استولى على الحكم هو جيش الحدود في صائفة 62، ثم طرد الحكومة المؤقتة الشرعية وأقام هذا النظام. وأعطيك الدليل القاطع أنه بعد التنصيب بن بلة رئيس وفرض نظام الحزب الواحد،
أنه في سنة 65 عندما قام بومدين بانقلاله على بنبلة أصدر مجلس الثورة آنذاك بيانا ثم أمرية ذكر فيها صراحة بأن مجلس الثورة المكون في أغلبيته من العسكريين هم صاحب السيادة والسلطة المطلقة. هذا مكتوب في مواثيق الدولة الرسمية. العسكر وبطبيعة الحال القيادة العليا هي التي استحوذت وسيطرت على المناصب العليا في الدولة. بومدين كان رئيسا فعليا ثم اتخذ في سنة 76 تلاه الشافي عسكري ثم زوال عسكري. الجيش هو السلطة الحقيقية في البلاد. وكل كلام عن وجود شبكات لا نكذب، هذه هو غير قابل للتكذيب، لكن سلطة القرار، سلطة تعيين رئيس الدولة احتكرها قادة الجيش منذ الاستقلال وإلى يومنا هذا. طيب. والدليل القاطع أن من أحضر بوتفليقة هم قادة الجيش، وقد صرحوا وقد قالوا ذلك بعضهم بعظمة. طيب خليك معنا عبد الله هبون لو سمحت، يبقى معنا انضم إلينا في النقاش بالأحرى عبد الغني بادي المحامي والناشط الحقوقي. عبد الغني بادي، كيف يبدو لك المشهد في أعقاب الجمعة 29؟ مساء الخير أخي جمال ومشاهدي قناة المغاربية ولكل ضيوفك الكرام. كما كان متوقع يعني أن بداية السنة الاجتماعية والدخول الاجتماعي كانت حافزا وكانت يعني فاعلا قويا في جمعة أمس، يعني الحضور كان أضعاف ما كان عليه في شهر أوت وجويلية. عدنا تقريبا إلى بداية مارس وشهر أبريل، يعني تقريبا شوارع العاصمة كلها امتلأت عن آخرها بالحشود. ربما فعلا أن الهتافات تغيرت والشعارات تغيرت، لكن عمق المطلب بقي واحدا وهو التغيير الجذري، التغيير الجذري لهذا النظام الذي ما زال يستميت وما زال يرفض أن يرحل، ما زال يناور، ما زال يراوغ، ما زال يبحث عن مقاسات للأسف لضعاف القلوب الذين يريدون أن يتخندقوا أي يكسبوا مواقع على حساب الأشخاص الذين غادروا إلى غياهب السجون والمعتقلة والمحاكمات إلى أجل غير معلوم أو إلى محاكمات لا نعرف آخرها ولا نعرف بدايتها. لذلك فالذين الآن صاروا في هذا المشهد الذي يؤيد بطبيعة الحال النظام السياسي ومخرجاته وكل ما يبادر به النظام السياسي، إلا وتجد أنهم يؤيدونه ويوافقونه ويشيدون به حتى وإذا كان لا يوحي بديمقراطية حقيقية ولا يوحي بتغيير حقيقي ولا يوحي بأن هذا نابع من اختيار وإرادة الشعب. كل المؤشرات توحي بأن ما يدور الآن هي إملاءات النظام، هي إملاءات السلطة. في الحقيقة البعض أراد أن يوهم الرأي العام على أن الدولة العميقة تمثلت في شخص توفيق، ولكن الحقيقة هي عكس ذلك تماما. والبعض كان يعتقد على أنها في سنوات الدولة العميقة هي المخابرات وكان لها وصف خاطئ، لكن الجميع يعلم بأن الجزائر ومنذ الاستقلال ربما حتى قبل الاستقلال ومنذ نشأة قيادة الأركان أن العسكر من يتحكمون في المشهد السياسي ويظهرون بقوة ويفرضون آراءهم كلما تأزم الوضع وكلما اضطروا إلى إعادة بعث النظام. هذه الحقيقة. الآن الشعب الجزائري يريد أن تنتهي هذه التراجيديا التي دامت 57 سنة من تكرار نفس السيناريو في كل مرة. الآن هناك إرادة، هناك قوة، هناك عزم على أن يكون التغيير مدني وبسواعد الجزائريين و
بنخبهم وبكفاءاتهم وبشعبهم بكل عمقها، من المواطن البسيط إلى المثقف إلى الكاتب إلى المحامي إلى القاضي إلى الصحفي، الجميع يشارك في هذا التحول دون أن تتدخل المؤسسة العسكرية في هذا، لأن المؤسسة ولكن أنصار هذه أنصار قيادة الجيش الحالية يقول الوضع مختلف، ونحن أمام قيادة بديشية نوفمبرية، وهذه الشعارات وهذا الاستهداف القائد صالح فقط هي حملات لأنه وقف أمام العصابة ويطهر الجزائر من المفسدين ومن العصابة، ولهذا يتعرض لكل هذه الحملة، هو الذي يقترح حلا عبر الانتخابات الرئاسية. أخي جمال، في الحقيقة الجزائريين عندما نتكلم معهم بليونة ونناقش يعني أفكار ونتبادل الآراء، أعتقد أن الجزائر يتقبل الأمر. أما إذا أردت أن تفرض عليها رأيا، تفرض عليها رأيك قسرا وجبرا وبالقوة وبالتهديد وبالتخويف، فمن الطبيعي جدا أن يتحول إلى شخص لا يقبل هذا العنف اللفظي. الآن المؤسسة العسكرية كما قلت هي في كل الدول التي تطورت وما زالت يعني تشهد تطورات في العالم، حتى في الدول اللي راهي تتحسن الآن، المؤسسة العسكرية هي مؤسسة خرصاء لا تخوض في السياسة، لا يتكلم قيادها، حتى التجربة التونسية لم نسمع ولا خطاب واحد لرشيد عمار. يا أخي جمال، ما سمعناش خطاب واحد لرشيد عمار قائد الجيش التونسي آنذاك. طيب هل المشكلة في خطاب قايد صالح في رئيس خطاب حب من أحب وكره من كره، خطاب تسويفي، هل ناتج عن استشارة سيئة أم أنه ناتج عن هذا ما يؤمن به قايد صالح؟ ثم هل الفرصة ما زالت أمام الجزائر أمام قايد صالح لتحقيق هذا الانتقال أمام هذه الملايين التي تخرج، المئات الآلاف ليسيدي لنكون منصفين، والذين يعبرون عن رفضهم لهذه الانتخابات مع العصابات ويريدون تغييرا حقيقيا وليس بقاء هذا النظام؟ الحقيقة أن نكون صرحاء أنه حتى إذا أخذنا بشعارات الحراك ونربطها بالمؤسسة العسكرية وبالقايد صالح، أن المواطن لا يعادي لا المؤسسة العسكرية ولا القايد صالح، هو لا يعادي أحد منهم، هو عبارات القايد ديغاج هي عبارات أنك لا يجب عليك أن تخوض في السياسة، عليك أن ترجع إلى المهام الموكلة إليك دستوريا وهي واضحة جدا. أما أنك أنت تنادي الهيئة الناخبة وتقدم 4 خطابات أسبوعيا ومن السكنة تستدعي الهيئة الناخبة ومن السكنة تخاطب المدنيين، يا أخي فهذا مؤشر لا يمكن أن يقبله عاقل على أن الأمور ستجري في أي انتخابات حتكون انتخابات نزيهة وانتخابات تسفر على نتائج حقيقية، بالعكس هي تؤدي بطبيعة الحال إلى نتائج عكسية، هي تشجع على العزوف. مثل هذه النداءات التي تخرج من السكنة وتطالب الناس بالانتخابات هي بالعكس لا تحفز على الانتخابات، هي تحفز على العزوف، على أساس أن المواطن الجزائري وببساطة على ما عاشه منذ 57 سنة لم يعد له أي ثقة في السلطة بكل خلفياتها. وهنا في هذا الصدد هناك نظرية، هناك من يذهب ربما نظرية مؤامرة وتحليل أو تخمين أنه ربما قايد صالح وقيادة الجيش لا يريدون فعلا هذه الانتخابات، إنما فقط يريدون مزيدا من الوقت، وربما هذا الخطاب هو الذي يزيد رفضا لهذه الانتخابات. ما رأيك في هذا الكلام أم كلام مبالغ فيه؟ الكلام هذا يعني هو تحليل من بين التحاليل الذي يمكن أن تلقى نوع من القبول لدى البعض، لأنه في الحقيقة عندما نريد أن نجبر شخصا على أمر ما وأن أن 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 نفرض عليه قصرا أن يؤدي ذلك العمل، فعقيدة الإنسان أحيانا لا تسمح له بأن يؤمر، خاصة في مثل هذه الظروف، وحتى في ظل بوتفليقيين لم نكن نسمع بأن الأمور تسير بهذا الشكل، ما كان من الأمور الآن أعتقد أن هناك من يدفع إلى تشجيع المواطن على العزوف على الممارسة
في الانتخاب، لان مثل هذه النداءات من السكنات وحتى الناس اللي يشجعوا، شوف اخي جمال، حتى المحيط الان الذي يقول بما تقول به المؤسسه العسكريه وما يقول به النظام، هي تقريبا المحيط الذي كان هو محيط بوتفليقة. اليوم نسمع بالقاسم ساحل يقول انا اتوافق اتناغم تماما مع ما تقول في المؤسسة، ومما نفس الشيئتين اللي كانوا مع بوتفليقة الان مع القايد صالح، مما يزيد الكارهين والرافضين لما يتم تسويقه. طبعا وهذا ما يحدث، يعني في الحقيقة أول الذين أيدوا استدعاء الهيئة الناخبة من داخل السكنة هم حزبي الألندي وحزب الأسلان، وهي الأحزاب المنبوذة شعبيا. طيب. الأحزاب المكروهة والأحزاب التي صار الشارع كل جمعة يطالب ببعثها إلى المحاكمات والمحاسبات على ما قامت به من أضرار ومصائب لهذا الشعب. فالمعادلة الآن لها مؤشرات واضحة. يعني شكرا لك عبد الغني بادي، المحامي والناشط الحقوقي. من الشعارات كذلك لا للحوار مع العصابات، ورفض للجنة الحوار الوساطة كما تسمى، والتي كشفت اليوم مقترحاتها بشأن الانتخابات. عماد الخضارة، لجنة الحوار الوساطة تكشف اليوم مقترحاتها بشأن قانون الانتخابات. عزيز درواز قال بأنه الوزير السابق مدرب سابق المنتخب الوطني لكرة اليد استقال من اللجنة الاستشارية لهذه الهيئة، يعني لجنة استشارية للجنة حوار، وقال بأنه لم يتم استشارتنا في هذا الموضوع، والأمور ماشية كأنه يتم عملية تسريع، أنه سيتم تقديم ذلك لابن صالح ثم يمر على البرلمان، وربما توقعات ان يتم استدعاء الهيئه الناخبه مثل ما طالب قايد صالح في 15 شهر، يعني نحن اليوم 7، يعني بعد ثمانيه ايام. ما رايك؟ والله ابتدي من استقاله يعني الاستاذ عزيز درواز، هو كل من يشارك في هذه اللجنه الحواريه سواء كان في اللجنه الاستشاريه او غيرها من الامور او لجنه العقلاء، يعني لو كانوا عقلاء لما انتظروا شيء من هذه اللجنه، لانه قبل اسبوع قاعدين يخرجوا لنا الافراد نتاعها واللي يكونوا يعني البانيل نتاعها، انه قاعدين يقولوا لنا احنا نتلاقاو الناس في الشارع ويقولوا لنا احنا حابين انتخابات، يعني خرجوا لنا النتيجه قبل ما تخرج، يعني كل شيء مؤشرات، كل المؤشرات تبين نواياهم في التزوير وقابليتهم للتزوير وحبهم للتزوير وحبهم لكل شيء، يعني اي شيء، اي انسان يمشي على قواعد البحث العلمي يعرف اللي ما يعرفوش حتى يديروا تريونغولاسيون تاع لا ريشيرش سيونتيفيك، هذه اخر الاشياء يعني باش نقولوا عليها. بالنسبه للجنه الحوار، يعني أظن أن الأسابيع الماضية كان الشعب حاط عليها الكثير من الضغط، لدرجة أنها كانت هي السباقة في الشعارات، لكن أظن أنه في الأسبوع الماضي وبعد الربع خطابات تاع القايد صالح، فخامة الشعب بشكل جماعي وذكاء جماعي عرف باللي راهو قاعد يضيع في الوقت اذا راح للامور اللي محوس، يعني القياده الفعليه اللي متمثله في قياده الجيش. وهنايا نجاوب على سؤال قبل قلته للاخ، وهو لماذا الناس تخلط بين الجيش والقيادات.
نحن الجيش جيشنا والقيادة ماهوش الجيش. يعني لما ننتقد القيادة احنا ننتقد في موظف يسلك بأموال الجزائريين، هو حاكم الآن العسكر قاعد يستفز في الجزائريين ويقول لهم البلاد بلادي وكأنها مزرعة خلها له الأب نتاعه، وهي ماشي بهذا الشكل. احنا يا الشعب خرج على الوصاية، ما يحبش هذه الأبوية اللي قاعدة تتمارس عليه منذ 62. احنا خرجنا المرة هذه خرجنا باش ما نزيدوش أولادنا يعيشوا نفس واش عشناه حنايا. هما رايحين لانتخابات، أنا قراءتي للأمور يا أستاذ جمالة، هما يعلموا جيدا أن هذه الانتخابات ما يشرحها تروح، لكن كل هذه الممارسات باش يجيبوا العام اللي كانوا محوسين يجيبوه لما حبوا يديروا لنا تمديد وحبسناه. يعني أنت تتفق مع أن نظرية أنه ربما في الحقيقة قايد صالح وقيادة الجيش لا يريدون انتخابات لأنه الخطاب لا يوحي بذلك، ويريدون فقط ربح مزيد من الوقت، بينما العكس هم يدفعون في اتجاه ذلك ويريدون التخلص من هذه الورطة وتعيين واجهة سياسية برئيس ويبقوهم في الخلفية. لا أنا أعتقد أنهم يدفعوا في الشعب باش يخرج ضد الانتخابات، باش في يوم من الايام يخرجوا يقولوا اذا الشعب ما حبش الانتخابات فخلاص خلصنا هذه المرحله الانتقاليه ونحطوا لكم مجلس رئاسي نخيروه حنا، كما عملوا في 94 وجابوا بوضياف كما عجبهمش قتلوا وبقات ماشيه بعلي كافي حتى جابوا زروال، علي كافي واللي معاه حتى جابوا زروال. وطبعا علي كافي نعرف، ولما ما عجبهمش بوضياف وقالوا حبوا يجيبوا وجه يحبوا الشعب الجزائري وعنده فكر وعنده ماضي مع 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 الثوره، لكن لما ما عجبهمش قتلوه. الان يمكن انهم يجيب لك مثلا الاخضر الابراهيمي ومعاه مجلس ومن بعد يقول له يلا تمشي كما نحب ولا نقتلك انا ثاني. هذا هو قراءتي للامور، يعني لانه مجنون، المجنون كما قلنا نقول لهم انتم مجانين اذا رحتوا للعهده الخامسه عندكم، اذا مجنون من يعتقد اليوم انه انتخابات راح تمشي في هذا. طيب في هذا خلي ناخذ راي يا عبد الله بول في 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 هذا، ما رايك في هذا في هذا الجدل؟ يعني هل هناك ظروف فعلا لفرض هذه الانتخابات كما يريد قايد صالح استدعاء الهيئة الناخبة 15 سبتمبر ويعني بما معناها أوتوماتيكيا خلال 3 أشهر المقبلة يعني بحدود منتصف ديسمبر إجراء هذه الانتخابات، أم أنه قايد صالح لا يريد فعلا كما يعتقد البعض هذه الانتخابات التي لا يمكن تنظيمها في هذه الأجواء؟ عبد الله هبول، يبدو أننا فقدنا عبد الله هبول. أعود إليك مصطفى عطوي في موضوع لجنة الوساطة تكشف مقترحاتها بشأن قانون الانتخابات. قبل أن نأتي إلى المضمون عن الشكل من أعلن ذلك هو بوزيد الأزهري رئيس اللجنة القانونية الذي كان عضوا في تعديل دستور العصابة كما يصفها قايد صالح، مرتين عينه بوتفليقة. كيف تقرأ هذا؟ يعني أين هو التغيير وكيف يمكن الحديث عن محاربة العصابة كما يتساءل كثيرون؟ حاميها حرميها، هم جابوا ناس حتى كريم يونس كل يعني عفوا المصداقية فقدها لما أعلن أنه لو أن النظام ما يقبلش بشروط وهو يعني اطلاق سراح المعتقلين والخادم فهو سوف يستقيل. لو استقال كان يربح على الاقل ثقه الشعب وتكون عنده، ولكن هؤلاء لا يروا انه الشعب هو اللي مد الشرعيه، هم هؤلاء مازال عندهم يمنوا كي هما كي الاحزاب كي الشخصيات مازالوا يمنوا انه الجيش هو اللي عنده حق الالهي في تعيين الاخر، واللي يحب في منصب لازم يكون ولاؤه للجيش كما كان ولاؤه للرئيس المخلوع. هؤلاء يعني كما قلت لك راح بوتفليقه، هم لا يحوسوا على صوالحهم فقط. نفس الشيء لما يعني سيد حمروش مع كل احتراماتي له
يعني كم من سنه سكتوا كلش، يعني هو كبير في السن، من يروح الواحد يحشوري وريح في دار ويخلي فيه شباب فيه ناس يعني جامعيين والاخر، الانسان يسكت يستنى الهاتف، لما ما يرنش الهاتف ويجي الانتخابات الناس يبانوا. احنا هذا الجيل هذا قلنا جيل جامعيين شباب يعني واعي بدرجه ما كناش نستناوها. اليوم الشعب هذا الشباب هذو ما يحبوش هذه الوجوه القديمه، ما نقدرش ندير يعني شيء نلعبوا بتركيبه قديمه هي اللي تجي الان، ما نقدرش نبدي بالقديم نبني جديد. وبالتالي حق تعيين الرؤساء، حق الاول في حقوق الانسان هو الحق في الحياه، الحق الاول من ناحيه المواطنه ان نعرف انه الحق في اختيار ممثليه. ولكن قايد صالح يقول هذه الانتخابات ولجنه، وهذه اللجنه تقترح هيئة لمراقبة الانتخابات حسب ما جاء فيها، لها الاستقلالية المالية وتشرف على المعاملية منذ البداية إلى النهاية. لماذا يتم أنصار طرح قايد صالح، لماذا يتم رفض هذه الانتخابات والشك في أنه ستعود حليمة لعادتها القديمة وسيتم التصوير، وأيضا يتم مهاجمة قايد صالح ورفضه وربطه بالإمارات وغيرها، وكلها من التقولات بالنسبة لأنصار. هو يريد انتخابات ويختار من يختار، ما رأيك في هذا الجدل؟ هو يريد انتخابات على مقاس. أنا أقول لك كان عنده زوج حلول. الحل الأول القيادة صالح والقيادة قيادة الجيش يريدون صح انتخابات، ولكن انتخابات بشروطها، يعني استقطاع الشعب أولا بنفس القوانين بنفس الدستور. هذا الدستور هذا اللي ما كانش عندنا، ما خرجناش رئيس، خرجنا امبراطور، كان عندنا امبراطور، احنا ما كانش عندنا رئيس بصلاحيات تاع امبراطور. ثانيا بنفس القوائم الانتخابيه، يعني كان كودا عندهم زوج ملايين تاع الصوت يعني في الاحتياط ولا اكثر، بنفس يعني جهاز القضاء اللي يراقب الاخر. واكثر من هذا هما اللي يعينوا اللجنه المستقله تنظم الانتخابات. ايوه هكذا كان الريال. انا ما كناش نلعب بالماتش، انا خسر الماتش، انا قبل ما نبدا نلعب انا خسرت، علاش راح نلعب؟ خليك معنا. هذا يستقبل في الشعب لهذا الدرجه؟ اذا كان باش نروحوا الرئاسيات نروحوا بشروط الشعب، ان اصلاحات اوليه ومرحله انتقاليه. احنا عندنا 7 سنين بدون رئيس، رانا دوك الان في مرحله انتقاليه. الشعب يريد، اذا هو يقول اخي الشعب ما زارش السلطه، الشعب يقول سلطه يعني مرحله انتقاليه. واذا كان اسمح لي كلمه برك، اذا كان الشعب هو عنده راي والشعب نستفتوا الشعب، اذا كان الشعب سيدي نروحوا للانتخابات ولا غير نروحوا، معليش يستفتي الشعب. هذا مكان. شكرا لك مصطفى عطوي رئيس الجمعيه الوطنيه لمكافحه الفساد، انضم الينا في النقاش كمال قمازي القيادي في الجبهه الاسلاميه للانقاذ. كمال قمازي، كيف يبدو لك المشهد الجزائري في اعقاب الجمعه 28، وايضا تطورات اخرى؟ لجنة الحوار الوساطة تكشف مقترحاتها بشأن قانون الانتخابات، فيما بدا تسريع لعملية الدفع أو تسويق هذه الانتخابات، بل وفرض هذه الانتخابات في مقابل آراء أخرى. هل هناك فعلا نية ورغبة في تنظيم هذه الانتخابات؟ نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. تحية لك الأستاذ جمال، وتحية لجميع مشاهدي قناة المغاربية الكرام، تحية لجميع الضيوف الكرام. أولا لابد من الكلام على الجمعة، جمعة الأمس، الجمعة 29. تحية للشعب الجزائري في كل الولايات، انتم وريت وحتى ولايات الجنوب، شفنا ثمن راسط وأدرك. كمال قمازي، يبدو اننا فقدنا الاتصال به. عبد الله هبول، ما رايك؟ بوزيد الازهري يعلن عن هذه الهيئه الوطنيه ومقترحات الهيئه الوطنيه للانتخابات، ستتشكل من قضاة ومحامين حسب المقترح وممثلين على المجتمع المدني، دون توضيح عدد هؤلاء اعضائها. تتمتع باستقلاليه ماليه وتشرف على العمليه الانتخابيه من البدايه الى النهايه. الأزهري كذلك يكشف شرط إسقاط جمع 600 توقيع لمنتخبين محليين، ولا يكشف إن كان القانون، لم يوضح إن كانت الهيئة
ستبقي على شرط جمع 60,000 توكيل للمواطنين. طبعا بوتفليقة تم جمع 6 ملايين استمارة الترشح، من جمعها؟ بدوي، وزير الداخلية آنذاك ورئيس الوزراء الحالي، ومن كان أمينا عاما لوزارة الداخلية آنذاك هو الآن وزير الداخلية. من أهم التعديلات كذلك التي اقترحت شرط تمتع المترشح للانتخابات الرئاسية بشهادة جامعية. هناك تسويق لهذه الانتخابات، ولكن مرة أخرى هل هناك فعلا، هل هي الأجواء الحقيقية لتنظيم انتخابات شفافة؟ وهل هناك إرادة حقيقية من قايد صالح ومن معه في قيادة الجيش لتنظيم هذه الانتخابات المرفوضة شعبيا؟ هو من المفروض يا سي جمال أن تكون قيادة الأركان لو كانت فعلا تحترم الإرادة الشعبية، كان من المفروض أن تستوعب أو تتلقى رسالة الشعب عندما أفشل وأجهض انتخابات 4 جويلية. لكن يبدو لي أن إصرار ومكابرة قيادة الأركان بمعنى قيادة الجيش في صراع الإرادات بينها وبين الحراك الشعبي، وفي المضي في مخططها لإعادة إنتاج وإبقاء النظام وإبقاء سيطرة الجيش على السلطة من خلال إشرافه أو هيمنته على تعيين رئيس الجمهورية. لأنه لما يتحكم قادة الجيش في رئيس الجمهورية اللي عنده صلاحيات واسعة وكبيرة، يقدروا يبسطوا هيمنتهم على كل المؤسسات. أعود إلى الموضوع ومسألة إجراء تعديلات أو إجراء الانتخابات من الناحية القانونية. من حيث الترسانة القانونية والدستورية الموجودة حاليا والمعمول بها، الشيء الأساسي الذي ينبغي التذكير به أن صلاحية صلاحية الإشراف أيضا على انتخاب رئيس الجمهورية في مراحل أساسية من خلال تلقي الملفات إعلان الطعون والنتائج تعود إلى المجلس الدستوري، وهذا بمقتضى المادة 182 من الدستور. أي كلام عن انتزاع هذه الصلاحية وإحالتها أو نقلها إلى جهة أخرى يستوجب حتما إجراء تعديل الدستوري من خلال المساس بالمادة 182 من الدستور، وهذا في تقديري غير ممكن في الظرف السياسي الحالي ويستحيل قانوني. ثانيا، أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وهذه هيئة دستورية لا يمكن أن تجرى الانتخابات في غيابها، قد قام الرئيس المخلوع باتخاذ قرار في 11 مارس بحل هذه الهيئة وبطرد أو بتسريع أعضائها الذين هم من المعروف أنهم نصفهم من رجال القضاء والنصف الآخر من مختلف أطياف الحياة. هذه الهيئة ما دام لم يتم تعيين أعضائها من طرف رئيس الدولة، أنا بالنسبة لي كرجل قانون سوف أعتبر أقوى مؤشر لإجراء الانتخابات هو القرار القانوني بتعيين أعضاء الهيئة العليا. فيما يخص دعني أكمل، فيما يخص مقترح تعديل القانون الانتخابات، يا سي جمال يجب أن نفهم بأن في الظرف الحالي تمرير القانون يتطلب وقت طويل، بمعنى أنه يجب أن يمر على الحكومة ثم يعقد مجلس الوزراء ثم على البرلمان بغرفته، وهذا قد يستغرق تقريبا 3 أو 4 أشهر، ولا أعتقد أنه سيتم في الظرف الحالي السياسي الحالي، علما بأن رئيس الدولة ليس من صلاحياته التشريع بأوامر في أثناء انعقاد دورة البرلمان. شكرا لك عبد الله بول، قانونية كبيرة. شكرا لك عبد الله بول، محامي والناشط الحقوقي. عاد إلينا كمال جمازي القيادي في جبهة الإسلامية للإنقاذ. تفضل بإكمال فكرتك شيخ كمال. عليكم ورحمة الله وبركاته. قلت بداية بالكلام على الجمعة 29 حيث خرج الشعب الجزائري بقوة، انتهى فصل الصيف، انتهت العطل، وفي الحقيقة ما هوش قضية الحرارة فقط، أعتقد أن الشعب الجزائري شعر بالخطر، شعر أن تلك
المسيرات المليونية التي كان يقوم بها في مارس وأبريل وفي ماي، فإذا بالنظام يتارع هذه المرة دار لجنة، لجنة الوساطة والحوار، فيها الوجوه القديمة، أنت كنت تكلم على أبو زيد الزهاري والوجوه الأخرى يعني في الحقيقة، وخاصة بعد خطاب قائد أركان الذي قال بأنه ستكون استدعاء الهيئة الناخبة في 15 سبتمبر. هناك شعور بأن النظام يريد الذهاب إلى الرئاسيات بأي ثمن، يعني هناك نوع من التسارع، من يعني المهم تكون انتخابات، رغم أن الشعب الجزائري بهذه المسيرات وبهذا الخروج، وفي الحقيقة يعني حتى الذين يتكلمون في المغاربية على نقص العدد وفي الصيف وكذا، فأعتقد أن الكثير من الناس حتى الذين لا يخرجون يصيرون في الحراك، ولكنهم موافقون لهذه المطالب، لأن الشعب الجزائري شعب واحد تعرض لظلم، نفس المظالم تعرض لها جميع الشعب الجزائري. فقلت هناك شعور بالخطر، وهناك شعور بسرقة الثورة، بأن النظام ماضي إلى هذه الرئاسيات، فلا بد من الوقوف وقفة رجل واحد. أنا شفت بالأمس عودة العائلات، عودة الأسر، عودة تشوف يعني جميع الفئات. البارح شفت حتى هناك المرأة كبيرة في السن دار الجبس، دار البلاطر يعني في يدها، ومع ذلك لم يمنحها من الخروج، كان على كرسي متحرك، هناك مكفوفون، هناك يعني من كل فئات. وهذا الإصرار أعتقد أنه حتى الجمعة المقبلة بهذه الخطوات التي يسير فيها النظام تجاه فرض الأمر الواقع، الشعب الجزائري نعلم أن هناك قطيعة بينه وبين النظام منذ الستينات، كما كان تفضل الأستاذ قبلي، منذ الانقلاب على بن يوسف بن خدة عليه رحمة الله، منذ الانقلاب على الحكومة المؤقتة كان هناك الشعب الجزائري في واد والنظام في واد، الشعب الجزائري لا يشارك في الانتخابات والنظام كان يدير انتخابات ويخرجها دائما بأكثر من 90% من المشاركة و 90% من النعم، والشعب الجزائري لم يشارك إلا في الانتخابات لما تكون حقيقة نزيهة، لما شارك في انتخابات عام 90 و 91 كان هناك شعور بأن هذه الانتخابات حقيقة النظام كان يريدها، كانت هناك إرادة سياسية بأن تكون الانتخابات حرة ونزيهة. أعتقد أن المسار بهذا الشكل يعني خاصة بأن هذه اللجنة، لجنة الحوار ولجنة الوساطة، قدمت تقرير وقدمت وقالت أنه مطروح للنقاش وتنتظر الرد، ثم بعد ذلك راح تنصب اللجنة التي سوف تشرف على الانتخابات. إذا كان هذه اللجنة التي كان الشعب الجزائري لما خرج قدم اقتراحات، كان أسماء كانت تقترح يعني في المسيرات عبر ربوع الوطن، عبر 48 ولاية، النظام لم يأخذ بأي اسم من الأسماء، وإنما رجع إلى الأرشيف نتاع ورجع إلى الوجوه التي كانت تخدم النظام ودار بهم هذه اللجنة. فإذا كانت هذه اللجنة مرفوضة شعبيا، فكيف بهذه اللجنة دير لنا كذلك لجنة للمراقبة، مراقبة الانتخابات والإشراف على الانتخابات والإعلان النتائج؟ وهذا يبين أن النظام يريد ككل مرة أنه يبقى دائما هو المتحكم في السلطة، يريد الرئيس الذي يريده على المقاس، سوف لا يعطي الحرية، لا يعيد الشرعية للشعب الجزائري. ليس هناك تطبيق للمادة 7 و8 من الدستور التي تقول أن الشعب هو مصدر السلطات، الشعب يعبر عن يعني بالمجالس المنتخبة التمثيلية التي تمثل الشعب الجزائري. سيد كمال الوقت يضغط علينا، سؤال أخير
بهذه المعطيات بعد هذه الجمعة وشعاراتها الواضحة والجلية يعني والرد الشافي والكافي، يعني طبعا هناك تعتيم ولكن العاقل هو الذي مفروض يسمع لما يريده الشعب أو الجزء كبير من الشعب، هل هناك فرصة في اعتقادك ربما إلى العودة إلى جادة الصواب، إلى إيجاد حل حقيقي وليس المضي في سياسة الهروب إلى الأمام وبالعكس الانفتاح على الشعب وتحقيق مطالب الشعب وبالعكس حتى فتح الأفاق أمام قيس صالح وأمام قيادة الجيش وفرصة تاريخية وفرها هذا الحراك لتصحيح الكثير من الأخطاء التي وقعت فيها الجزائر وضيعت الكثير من الوعيد بالمواعيد بجزائر مفتوحة على الجميع وتسع الجميع وتغيير حقيقي يفضي إلى انتخابات حقيقية يذهب إليها الجزائريون ويختارون من يريدوا ليكون معبرا عن تطلعاتهم وأيضا بما يحفظ حتى لكل رأي أو اتجاه أو قناعات فكرية أو سياسية وحتى دينية. والله هذه أمنية كل جزائري. أنت في الحقيقة الأستاذ جمال سألت وأجبت في نفس الوقت لأن من خلال سؤالك الطويل ما تفضلت به هو غاية المنى لكل جزائري أن تعود له الكلمة أن يصبح مثل الشعوب المحترمة الدول التي تحترم شعوبها تعطي لها الكلمة وتختار بكل حرية وتجاوزت هذه قضية يعني نديروا لجنة تعف الانتخابات وتعف صناديق وكذا الناس يعني تجاوزت هذه الأمور صار هناك الانتخاب الإلكتروني وصار هناك الانتخاب حتى الصناديق على الكرتون شفناها في اسكندنافيا وفي غيرها يعني تجاوزت هذا تاع الغش وهذا الخداع غاية المنى أن تعاد الكلمة للشعب. هو في الحقيقة في البداية سألت إذا هو ممكن، هو ممكن لأنه لو رجعنا إلى 7 شهور أو 8 أشهر من قبل كان هناك يعني اختيار العهدة الخامسة يعني اختيار لا رجعة فيه يعني وحتى الذين خرجوا كانوا يعتبرون أناس مغرر بهم ويعني لا مناص يعني ولا مفر من العهد الخامسة واقتراح بوتبليقة ولولاه يعني لدخلت الجزائر في خطر وفي كذا، ولكن الحمد لله الشعب الجزائري بالإرادة وبالإصرار والطلبة دائما نقول الطلبة يكثر خيرهم وربي يجازيهم يعني وقفوا وقفات بطولية كما وقف آبائهم من المجاهدين في سنة 1956 لما التحقوا بالثورة هم القاطرة هم الشعلة والمحرك على هذا الحراك. إذا الشعب الجزائري لما وقف وقفة رجل واحد وخرج بمسيرات مليونية أسقط بوتفليقة وأسقط السعيد وأسقط انتخابات 18 أبريل وانتخابات 4 جوية وهو يعني في الحقيقة المطلوب من الشعب الجزائري أن الجمعة المقبلة تكون أكبر من الجمعة نتاع الأمس وتكون دائما بالمحافظة على السلمية لأن هناك بداية الاستفزازات والاعتقالات والكثير من المحاولات لصرف الناس عن السلمية. لابد أن نتواصى بأمرين السلمية ثم السلمية ثم السلمية، والأمر الثاني أن الشعب الجزائري في كل الولايات لابد أن يكون يخرج يعني بقوة ولا تتخلف أي ولاية عن ركب صناعة التاريخ لأن في الحقيقة الشعب لما يخرج هو ليس ضد الدولة ولا ضد الجيش الوطني الشعبي الذين هم أبناؤنا وإخواننا وإنما هو من أجل استعادة السيادة استعادة الكرامة حتى الذين يثنون على قائد الأركان أنه هو الذي أدخل العصابة للسجن وأنه هو الذي أدخل السعيد وطرطاق وتوفيق وأدخل كل هذا أفراد العصابة إلى السجن، لكن هذه اللجنة لجنة الحوار والوساطة من الوجوه القديمة من الوجوه التي رفضها الشعب نعتقد أنه خطأ فادح يعني يعني هذا لا يقدم القطيعة ولا يبشر بأن هناك الانتخابات المقبلة ستكون حرة ونزيهة، فنعتقد أن الاستمرار في هذا المسار بسلميته بشموليته لجميع ولايات الوطن
سوف تتحقق النتائج بإذن الله. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، وعسى أن يكون ذلك قريبا. شكرا لك كمال قمازي القيادي في الجبهة الإسلامية. قاد عماد الخضار، أعود إليك في الأخير ونأخذ معك في موضوع تهريب الأموال من الجزائر إلى كندا. صحيفة لودوفور الكندية تفرد موضوعا خاصا لهذا وتتحدث عن تهريب 78 تقريبا 79 مليون دولار تم تحويلها من جانب الجزائر إلى كندا. هذا الذي تم فقط يعني توثيقه من قبل المركز، ربما الخافي أعظم، أليس كذلك؟ طبعا الخافي أعظم. هذا اللي هذه الأموال اللي هي اللي في السداسي هذا يعني منذ بداية الحراك إلى يومنا هذا هي تقريبا 79 مليون، وهي ضعف يعني ما كان يعني يحول من الجزائر إلى كندا في العام اللي قبل هذا، يعني واللي قبله يعني عامين من قبل، الضعف في عام واحد. وهنا نتكلموا على تحويلات، يعني تحويلات بطريقة شرعية، ما نتكلموش على الفاليزاز ديبلوماتيك والأمور الأخرى. إذن وهي ويعني ربما الناس اللي ما تعرفش، هو الأمر هذا بديناه في شهر مارس، يعني بديناه في مارس، وكان نائب برلماني يعني حذر وزير المالية الكندي من هذه الأمور. والآن الصحافة يعني مش صحفي واحد، يعني هذا الصحفي اللي دار تاع الدفوار يعمل معايا مشاركة، والمعلومات اللي عندنا يعني والله العظيم يعني تنطق الطفل الصغير. مع العلم يا أستاذ جمال أنه ما يحول إلى كندا سيعتبر كوكاو مقارنة بما حول إلى فرنسا وإسبانيا. وفي الشهور القادمة فيه أيضا تقرير سيخرج إن شاء الله الشعب الجزائري، وسيرون هذه الطغمة الحاكمة ماذا فعلت بأموال الجزائريين وماذا فعلت بالجزائريين. طيب ربما الوقت لا، ربما نحتاج إلى تنظيم حلقة كاملة معك حول هذا الموضوع، يعني فعلا يستحق. الوقت يضغط علينا اليوم إن شاء الله، مش ونحتاج ربما نعمل حلقة كاملة حول هذا الموضوع، حول هذه الأموال التي تهرب مثل ما قلت إلى كندا فرنسا. كتاب العلاقة الحميمة بين الجزائر وفرنسا يكشف بأنه 50 مليار تم تحويلها من الجزائر إلى فرنسا بعلم المخابرات الفرنسية، وتهريب كذلك إلى الإمارات وغيرها. ولكن باختصار في دقيقتين ربما، ما طبيعتها؟ من هؤلاء الذين يحولون الأموال 78 أو 79 مليون منذ بداية الحراك؟ شوف، هما في كندا نقدر نسميهم العصابة من الدرجة الرابعة والخامسة والسادسة، يعني هم الأمناء العامون تاع الوزارات وتاع الشركات الكبرى، وهم رؤساء والبي دي جي تاع الشركات الكبرى، أولادهم هذا النوع من الآخر. لأنه كندا ماهيش حتى، وخرج كلام على زرهوني، لكن أؤكد لجميع المتفرجين أن زرهوني لا يملك شيء في كندا باسمه، يعني هم ما همش أغبياء لهذه الدرجة، يروحوا وين يجيبوا المحميين. زرهوني سيكون عنده أمور في فرنسا وسيراها الشعب الجزائري، ربما لنسيبه أو غيره، لكن ما وصلنا لهذا الأمر. لكن أؤكد أن زرهوني مثلا لا يملك شيء باسمه أو اسم أولاده، لكن هي عصابات خاصة تنشط عن طريق أولادها، يعني أولادها وأصهارها، ويدخلوا الفلوس نتاعنا عن طريق استثمارات. مثلا مؤخرا كاين قانون هنايا، كاين قانون في كندا أنه يمدوا لاكارت دو ريزيدونس للمستثمرين، والمستثمر يبدا من 250 ألف أورو، ولازمك تبين بتحويل بنكي. فهذه الناس اللي كانت مخبية فلوسها في البنوك الجزائرية وخايفة أنه مثلا تجي هبة تأخذ لهم كل الفلوس، قاموا طيب. ولكن كيف يتم تحويل في منذ بداية الحراك، وعلى أساس أنه هناك محاربة للعصابة وحماية الاقتصاد الوطني كما يقول قائد الأركان في خطاباته؟ لا لا لا، العصابة لا تحارب بعضها بكل صراحة، لأنه لو كان يحارب حقيقة يا أستاذ جمال، وقلتها قبل مع الأخ عثمان سابق، لماذا لا نملك هيئة شفافة تقول لنا أين هو أموال حداد وكنيناف العصابات الكبرى اللي قاعدة تخدم مليارات الدولارات؟ أين هي؟ مثلا محمد مهاتير لما رجع إلى رئاسة
الى رئاسة ماليزيا في 4 ايام، قفل الحدود واسترد 50 مليار دولار، وكل الشعب يشوف فيها اين هي اموال حداد. طيب وهذه اين هي الاموال؟ اسئلة كثيرة تطرح، الوقت داهم. انا نشكرك جزيل عماد الخضار، ونعيدك ان شاء الله نخصص حلقة كاملة او فقرة كاملة لهذا الموضوع لأهميته. نشكرك جزيل الشكر عماد الخضار، المدون والناشط عبر خدمة سكايب، كنت معنا من كندا. إلى هنا نأتي مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذه الفقرة، شكرا على حسن المتابعة، مني ومن كل الفريق أجمل التحايا، إلى اللقاء.